تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس بصورة كبيرة جدا منذ ساعات الفجر، وحتى الآن أصوات الانفجارات لم تهدأ في هذه المدينة بالفعل الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف الذي أدى إلى اندلاع يعني حرائق وسحب دخان في هذه المنطقة، وهي مناطق وسط مدينة خان يونس تحديدا منطقة السكة، حيث كان الآن يعني قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى إلى اندلاع هذه الحرائق وسحب الدخان في هذه المنطقة. أيضا في منطقة قزان النجار كان هناك عمليات قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على تلك المناطق، بالإضافة لوقوع اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي. القصف الإسرائيلي كان عنيفا اليوم على مدينة خان يونس، أيضا في المناطق وسط المدينة في منطقة المحطة بهذه المنطقة كان هناك عمليات قصف من قبل المدفعية الإسرائيلية ومن قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأيضا في منطقة دوار السنة كان هناك عمليات قصف عنيف، لكن الآن في هذه المنطقة حيث سحب الدخان التي تندلع من هذه المنطقة بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة، أكثر من غارتين أو ثلاثة غارات إسرائيلية ضربت هذه المنطقة مما أدى إلى وقوع هذه السحب الدخان جراء يعني انبعثت من أماكن الانفجارات. لا نعرف ما هو المكان المستهدف، لكن كما ترون هذه سحب الدخان العنيفة. الآن سيارات الإسعاف تتوجه إلى أماكن الاستهداف في مدينة خان يونس، ربما يعني هناك عدد من الإصابات أو الضحايا جراء هذا القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة خان يونس. سيارات الإسعاف الآن تتحرك باتجاه منطقة الاستهدافات في خان يونس، فيما تدور اشتباكات عنيفة في منطقة قيزان النجار بهذا الاتجاه ومنطقة بئر عيا حوز المياه، هذه المنطقة التي الآن يسمع منها طلقات نارية كثيفة في تلك المنطقة، عمليات قصف إسرائيلي عنيف عند بئر المياه، هذا البئر الذي ترونه بالصورة، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المساجد في تلك المنطقة وتقوم بالاشتباك مع مقاومين فلسطينيين. هذه المنطقة شهدت خلال اليومين الماضيين يعني اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة خلف هذا يعني حوز المياه، بالإضافة إلى قيامها بإطلاق العشرات من القذائف المدفعية باتجاه منازل المواطنين في حي النجار وحي زعرب، وأدى ذلك إلى وقوع يعني عدد من الشهداء والجرحى. لا زالت سحب الدخان تنبعث من هذا المكان بصورة كبيرة جدا، وهذا حتى الآن لا معلومات متوفرة عن هذه السحب الدخان التي تندلع من هذه المنطقة. الأوضاع في مدينة خان يونس صعبة وخطرة منذ عملية الدخول البري، وحتى هذه اللحظة والقصف الإسرائيلي والقصف الجوي، القصف المدفعي، قصف طائرات الاستطلاع، وأيضا طائرات كواد كابتر التي تقوم بعمليات إطلاق النار لا تتوقف على الإطلاق في مدينة خان يونس، وهذا أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، والقصف الإسرائيلي ما زال متواصلا حتى هذه اللحظة. إبراهيم قنان، قناة الغد.